دعاء في جوف الليل في ساعة إجابة الدعاء. اللهم إنا نناديك في أحب الأوقات إليك، فإن نبيك أخبرنا أنك تتنزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل تنادي: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اللهم إنك تنادي عبادك في هذا الوقت الحبيب إليك وتقول: هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ نحن يا رب لنا حاجات وحاجات، فاقض حوائجنا وحقق آمالنا واستجب دعاءنا وحقق رجاءنا. اللهم يا رب في هذا الوقت الجليل ارض عنا وأجب دعاءنا ولا ترد لنا دعوة في هذه الليلة. اللهم يا أمان الخائفين ويا مجيب المضطرين، يا ذا الجلال والإكرام، يا سند من لا سند له، يا عون من لا عون له، أجب دعاءنا وارض عنا واغفر ذنوبنا. اللهم أدخلنا رمضان ونحن من عبادك المحسنين، من عبادك المتقين. اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم أذقنا حلاوة الإيمان. ارض عنا وأجب دعاءنا ووسع أرزاقنا واهدي أولادنا واشف مرضانا في ساعة إجابة، فلا ترد دعاءنا يا أكرم الأكرمين.